انت الاقصاء ناضل، انت الاقصاء ناضل، يا عدل ناضل ناضل، يا عدل ناضل ناضل، مطلبك عادل عادل، مطلبك عادل عادل، يا عدل ناضل ناضل، يا عدل ناضل ناضل، مطلبك عادل عادل، مطلبك عادل عادل، ناضل يا مناضل ناضل، ناضل يا مناضل ناضل، ناضل التعجيل روحي دم بعروقي لن انسى ولو اعدموني، روحي حقوقي دم بعروقي لن انسى ولو اعدموني. يا وزير يسكن هاتشي ماشي معقول، يا وزير يسكن هاتشي ماشي معقول. استاذ ادريس فارس رئيس مجلس الجهوي العدول السيني في تجدة والامين المال للهيئه الوطنيه، هذه الوقفة هي تأكيد للوقفة السابقة وتأكيد على أننا سوف نستمر في النضال إلى أن يستجاب لمطالبنا. هذا المطلب الذي هو بخصوص المادة 8 التي هي فيها خرق للدستور المغربي الذي ينادي بالمساواة بين جميع المغاربة، بينما أن مشروع قانون المالية لـ 2023 فيه حيف وفيه ظلم للسادة العدول، حيث أسندت المادة للموثقين الحق فقط بتوثيق هذه العقود العقارات المدعمة من طرف الدولة، وهو تكرار كذلك للمادة 63 والمادة 63 من القوانين المالية السابقة. وهذا الأمر نحن نرفضه رفضا باثا، لأن مدونة الحقوق في المادة 4 تنص على أن العقود الرسمية يختص بها السادة العدول والموثقون على قدم المساواة، بينما القانون في المادة 8 هو قانون مجحف، قانون ظالم، قانون ريعي بدرجة أولى، لأنه يسند مهمة توثيق هذه العقارات للموثقين دون العدول. وهذا أمر نرفضه وسوف نستمر في نضالنا إلى أن يتحقق مطلبنا. لحد الآن راسلنا السيد الوزير، السيد الرئيس، وزير المالية ووزير المكلف بالميزانية، ولكن لا جواب، لحد الآن لا جواب. عبد الإله الشليح رئيس لجنة العلاقات والتواصل في الهيئة الوطنية للعدول، رئيس المجلس الجهوي لمجلس القنيطرة. هذه الوقفة هذه جاءت إثر عدم تجاوب الوزارة مع مطالب السادة العدول في تعديل المادة 8 في مشروع قانون 2023، حيث أنها أقصت السادة العدول من توثيق العقار الذي هو مدعم من طرف الدولة، وكان لنا أمل كبير بأنها تتدارك الموقف وتقوم بإصلاح هذا الخطأ اللي نقول بأنه غير دستوري ويتعارض مع ما جاء في المادة 4 من قانون العقود والالتزامات، بحيث أنها تقول بأنه هناك جسم رسمي في توثيق العقود اللي هما من ضمنهم السادة العدول، فلهذا ما كانش يكون هذا الإقصاء. وللأسف أمام عدم تجاوب الوزارة مع هذا الموضوع، وأملنا كبير في اللجنة التشريعية لأجل إنصافنا في هذا الموضوع. لهذا نقف هذه الوقفة ونحن مستعدون لوقفات أخرى ولأشكال أخرى من النضال إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.